بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم semua. Semoga diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada malam ini. Semoga Allah merahmati itu semua. Insyaallah. Dimulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, apa khabar semua? Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, masing-masing agak-agak yang mengikuti sesi pada hari ini, insyaAllah pada malam ini, semoga Allah merahmati dan memberikan keberkatan kepada kita insyaAllah dalam kita meneruskan kehidupan kita dan kita melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas kita insyaAllah. InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan Yasin, seterusnya tahlil dan doa selamat insyaAllah. Okay, jangan lupa share sesi kita pada malam ini insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم
كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita menamatkan bacaan surah Yasin bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita insyaAllah dan memberikan kita keberkatan dan mengampunkan dosa-dosa kita insyaAllah. Okay, baik. InsyaAllah. Baik, insyaAllah untuk seterusnya kita nak teruskan dengan bacaan tahlil ringkas. InsyaAllah nama-nama telah berikan kepada Ustaz.
Saya akan bacakan dululah namanya, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang berikan nama Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah, baik. Okey, baik. Yang pertama datang daripada Kak Mariadi. Assalamualaikum. Salam. Baca Yasin, Tahlil dan Doa Berarwah. Ibu saya, Hajah Jauhil Haji Hamid. Ayah saya, Haji Ahmad bin Kasim. Kakak Zaitun Ahmad. Abang Zulkarnain Ahmad. Abang Yusran Ahmad. Abang Idris Ahmad. Abang Ipar, Haji Azizul Hasan bin Haji Yusuf. Anak saudara, Muhammad Firdaus bin Idris. Sahabat Fazliyatun Husin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selanjutnya kepada Kak Syukriah. Saya Syukriah binti Muhammad, niatkan bacaan Yasin untuk Al-Rahab, Ahmad bin Abu Samah, Ahmad Ali bin Awang Kecil, Abu Samah bin Kasim, Umar bin Abdul Muttalib, Ahmad Yusuf bin Umar, Siti binti Busu, Zabidah binti Ja'far, Ramlah binti Mahmud, Zamrin bin Mu'is, Haji Muttalib bin Ma'amin, Asmah binti Kasim, Yusfidar bin Abdul Manaf, Kasdinar binti Malano. Baca juga kepada adik saya yang sedang sakit pada Muhammad, semua diberi kesentuhan. Terima kasih, sama-sama. Seterusnya daripada Kak Tengku Muniyati, Assalamualaikum, salam. Baca sedar tahlil untuk arwah-arwah Tengku Ibrahim bin Tengku Muhammad, Yah binti Umar, Tengku Abdul Rahim bin Tengku Ibrahim, Tengku Abdul Aziz bin Tengku Ibrahim, Ni Ahmad Naqiyuddin bin Isyamuddin, Tengku Waridi, Tengku Ibrahim. Bersama untuk semua kami untuk utama ikhwan sihat. Tengku Yasimah binti Yah, Isyamuddin bin Bensu, Muhammad Syari bin Wan Maryam, Tengku Muhammad Amrullah bin Muhaini, Tengku Nurul Huda binti Muhaini, Tengku Sumawati binti Syiah, Ni Muhammad Hafiz bin Tengku Yasimah, Ashirah binti Aisyah, Tengku Malakman bin Muhaini, Ni Muhammad Halim bin Tengku Yasimah, Tengku Muniyati binti Jah. InsyaAllah. Terima kasih Kak Tengku Muniyati. InsyaAllah moga-moga diberikan kesihatan. Seterusnya daripada Encik Hashim. Assalamualaikum Encik Hashim. Wassalam. Salam Ustaz Muhammad. Ustaz mohon bacakan nama Allah. Haji Saudah binti Yunus. Mak Haji Abdul Aziz bin Surin. Ayah Haji Alias binti Junuh. Bapa mertua. Cik Basah binti Muhammad Taha, ibu mertua. Cik Azizan bin Alia, Sabang Ipar, Nurul Islam, kawan. Khairul Anwar bin Ali, kawan. Terima kasih. Berkat Nurul ini, Assalamualaikum. Salam. Saya akan baca Yasir Tahta Doa untuk Allah dan berikut. Biasa. Alhamdulillah Syafiah binti Hashim, Alhamdulillah Wahab bin Deli Ayah, Alhamdulillah Jamil Wahab Abang, Alhamdulillah Fazilah binti Wahab Kakak, Alhamdulillah Saripah binti Ali Nini, Allahyarham Hashim bin Aim Dato, Allahyarham Zabidah binti Haji Manan Nini, Allahyarham Deli bin Jumlah Dato, Allahyarham Halijah binti Deli ibu saudara, Allahyarham Jamilah binti Ali nenek saudara, Allahyarham Majid bin Umar Datuk saudara, seluruh mukminin dan mukminat yang masih hidup juga telah meninggal dunia. Saya juga niatkan baca yasin dan doa ini untuk kakak saya Jamaliah binti Wahab yang telah berbulan-bulan terlantar sakit. Ya, insyaAllah. Moga Allah memberikan keberkatan dan kesihatan. Semula insyaAllah. Kak Rozia. Baikkan bacaan Yasin untuk Allah dan berikut. Ulasani bin Abu Bakri, Rahani binti Ulasani, Rasulullah binti Ulasani, Rasulullah bin Ulasani, Salih bin Muhammad, Muhammad Rasul bin Salih, Imam binti Wahid, Kantan bin Jalil, Arifin bin Ali, Rahmah binti Abbas. Terima kasih. Seterusnya daripada Kak Aileen. Assalamualaikum. Bacaan Yasin untuk Allahyarhamah Irah binti Karto, Allahyarham Ahmad bin Haji Ali, Allahyarham Wang bin Ahmad, Allahyarham Ismail bin Ahmad, Allahyarham Abdul Latif bin Ahmad, Allahyarham Asiyah binti Ahmad, Allahyarham Muqtar bin Haji Umar, Allahyarham Mahfud bin Haji Umar, Allahyarham Abdul Malik bin Syamsuddin, Allahyarham Yunus bin Haji Yaakob. Terima kasih. Surah daripada Nur Nadia. Saya niatkan bacaan Yasin untuk Allahyarham Nafsah binti Rahmat, Ahmad bin Sujan, Abdul Rahman bin Yusuf, Yusma binti Yusuf. Terima kasih. Kak Salina, Assalamualaikum, salam. Saya nak baca yasin untuk Allah Raham Arwah Abah Mansur bin Haris Halil dan Arwah Adik Effendi Mansur. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Kak Cik Ma, saya akan bacaan yasin untuk suami Idris bin Allahyarham Idris bin Ismail, Allahyarham Ismail bin Haji Siraj ayah mertua, Halimah binti Sabat mak mertua, Maryam binti Yunus mak, Awang bin Mamat ayah, Rafiah binti Awang kakak, Fatimah binti Awang kakak. Baik, seterusnya
Baik, itu sahaja. Okey. Baik, insyaAllah kita teruskan dengan bacaan Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila rahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihi majma'in wa ala ali kulli wa sahabat wa qarabat wa tabi'in. Wa tabi'in tabi'in lahum بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم هذا معلوماتك ومن ذلك كلماتك كلما ذكرك ذكرون وقل عن ذكرك الواكلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبدان كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وبدان كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى سادتنا وصحبه رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم قبل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتح
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berikan kita keberkatan dan niatlah masing-masing niatnya untuk apa, semoga Allah berikan mengabulkan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بذنب من أول الأفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرنا وما كناه من يا الله، ما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة. نقدم ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل فكاكا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسترا لهم من النار، وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الى ارواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الارض الى مغاربها. اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا وسادات الحاضرين ووالديهم هم الجميع برحمه ورضوان. وادخلنا واياهم في فسيح الجنات يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا، إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله، شكرا لله الله سبحانه وتعالى. Jika ini kekuatan Allah Subhanahu Taala, kita akan bacaan surah Yasin dari doa selamat. Semoga Allah merahmati
dan mengampuni dosa kita dan menggolong kita dalam bersama para salihin, telah meninggal dunia bersama para salihin dan kita boleh bersama-sama dengan orang-orang salih insya-Allah. Baik, terima kasih semua yang mengikuti. Insya-Allah saya ucapkan selamat maju jaya, selamat hujung minggu dan selamat melakukan tugas masing-masing insya-Allah. Semoga bermudah oleh Allah. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.